الحقيقة استخدام التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية خلانا نقلل من اعتمادنا على الكتابة بالورقة والقلم، وبقينا بنعتمد أكتر على الكتابة الإلكترونية، وده أثر بصورة سلبية على جودة الخطوط وقدرتنا كمان على الكتابة بشكل صحيح. ودي أزمة كبيرة الحقيقة كل واحد فينا بيعاني منها مع أولاده طبعا. عشان كده في إيطاليا مثلا الحكومة هناك عملت حظر استخدام التليفونات المحمولة في الفصول الدراسية في العام الدراسي الجديد حتى لو كانت بهدف الدراسة. قرار حظر استخدام التليفونات في المدارس الإيطالية هدفه تشجيعهم على تحسين مهارات الكتابة بخط اليد. وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديدارا قال: نحن بحاجة لجعل أبنائنا يمسكون بالورقة والقلم مجددا. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية عودة الكتابة بالورقة والقلم على تعليم الأطفال من الكاتبة الصحفية إيمان رسلان، الصحفية المتخصصة في شؤون التعليم. صباح الورد على حضرتك. صباح الهنا عليك وعلى السادة المستمعين والمشاهدين. أهلا بحضرتك. في البداية خليني أسأل حضرتك، شايفة إزاي قرار إيطاليا بمنع التليفونات عشان الطلبة يرجعوا يكتبوا تاني بالورقة والقلم؟ هو قرار في محله الحقيقة، وأكتر من دولة أوروبية من السنة اللي فاتت ويمكن واللي قبلها حظرت تماما استخدام الموبايل في أعمال التعليم، بالذات في المرحلة الابتدائية ويمكن لغاية الإعدادية. وده له أسباب علمية ونفسية. أسباب العلمية إن أولا تعرفي تكتبي، ما أنت لما الكيبورد هيعمل لك كل حاجة أو لوحة المفاتيح هتعمل بدالك كل حاجة، إذا أنت مش هتعرفي تكتبي. صحيح. يبقى عندك اميه، ما هو ايه الفرق بين الشخص الامي والمتعلم؟ ما هو الامي بيعرف يتكلم لغه عربيه برضه. انما من لا يجيد الكتابه هو ده اللي بنقول عليه اميه. اذا هذه التكنولوجيا في المراحل الاولى ممكن تزيد من حتى نسب الاميه العاديه، مش الاميه التكنولوجيه، لا الاميه العاديه. اللي هي انك ما تعرفيش تقري وتكتبي. بتعرفي مثلا ممكن تقري الحروف بالشبه كده، تاخديها بالشبه، يعني ايه عارف تاخدي الكلام بالشبه، وانك ما تعرفيش بقى تكتبيها تاني. فبالتالي هذا قرار تربوي خدته كثير من الدول. فنلندا السنه اللي قبل اللي فاتت عملت حظر نهائي، المانيا وفرنسا وادي وانجلترا كمان، وادي ايطاليا هي في الطريق، لانه ده كمان قرارات مبنيه على العلم وعلى طبعا دراسات ميدانيه. صحيح. ودراسات نفسيه كمان. الاهم من ده هي الدراسات النفسيه. ان بتخلي التلميذ او الطالب الطفل يتوحد مع الجهاز، فلا يتعاون مع زملائه. ولا يشعر بيعني ايه المحيط اللي حواليه. لان المدرسه مش ان انت بتروحي تاخدي واجب وتمشي بس، لا المدرسه بتتعلمي فيها السلوك، بتتعلمي فيها عادات اجتماعيه، تعلمي فيها تعاون مع الاخر. لا وهيفقد كمان مهاره مهمه، وان هو يقدر يكتب اي لغه حتى يبقى بيكتب بايده يعني. طيب استاذه ايمان، يعني نقدر نقول دلوقتي ان الاجيال الجديده فقدت حس الكتابه بالورقه والقلم؟ يعني دي حضرتك شايفاها مشكله كبيره؟ انا ما اقدرش بصي اظلم الاجيال الجديده، الاجيال الجديده هي نتاج ما نزرعه نحن. ما الاجيال الجديده دي ما طلعتش كده عشوائي. انما انا لما اسيب اقول لهم عندكم ادخلوا على الفيديو الفلاني هتلاقوا الشرح او جدول الضرب او حلوا المساله الحسابيه دي، طب ما احنا عندنا اله حاسبه. هي ايه فايده برضو ان انا الاولاد يحفظوا جدول الضرب؟ لانها بتشغل مهاره في المخ اسمها مهاره الرياضيات، اللي هو التفكير التجريدي. اذا ده مبني على علم، مش قضيه ان التكنولوجيا بس. فأنا شايفة الحقيقة دايماً إنها بتؤدي كمان للتوحد، التوحد مع الجهاز، التوحد مع التكنولوجيا، إنك تبقى عايشة كده في عالم لوحدك. إنما بعد كده في مراحل تانية في الجامعة لا، مهم جداً لأنه بيسهل أنواع كتير من المعرفة وإنك تحصلي عليها. مع التكنولوجيا مش كلها وش، لا تقدري تجيبي كتاب وتقريه، يطلب منك بحث. صحيح طبعاً. فاذا هي مراحل بقى استسهال، يعني هم بقوا بيستسهلوا دلوقتي عشان كل حاجه بقت موجوده دلوقتي على الاجهزه الالكترونيه. هو دي سمه العصر، بس كيف نوظفها؟ يعني انا ما بقلقش كتير، من بالعكس من التقدم العلمي وحتى الذكاء الاصطناعي، لان الذكاء الاصطناعي في النهايه هو معلومات بيجمعها. هي كيف توظفي هذه المعلومه؟ ودي مهاره ما بتجيش الا عن طريق التعليم والتدريب.
طبعا عشان كده لازم انك تكتبي الورقه. حصه الاملاء لابد تقعد في المدارس. صحيح طبعا. يعني الغاء حصه الاملاء انا برضو مش فاهمه ليه. ما طبعا احنا هنعرف لغتنا ازاي؟ صحيح. او اي لغه. هو الحقيقة يعني هو موضوع مهم جدا ومحتاجين نسلط عليه الضوء أكتر من كده. احنا الحقيقة بنشكر حضرتك جدا الكاتبة الصحفية إيمان رسلان الصحفية المتخصصة في شؤون التعليم. وأنا الحقيقة رأيي نفس زي الأستاذة إيمان ما قالت، إنه المفروض فعلا إن احنا نرجع نكتب بالورقة والقلم، وخصوصا المدارس اللي هي الأجنبية أو المدارس الانترناشنال يعني اللي اعتمادها الكلي على الآيباد دلوقتي، وإن الولاد بقوا قاعدين فعلا متوحدين عليه طول الوقت.